تحية للجميع في هذا الفيديو الأساسي اللي هو فيديو بالدرجة الأولى موجه يعني للمبتدئين في إنجاز جداول الحصص عبر منظومة مصر. غنحاول نتطرق إلى الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لإنجاز جداول الحصص عبر منظومة مصر وبهذه النسخة الثانية ديال مكون تدبير الزمن المدرسي. إذن أول خطوة هي يعني البنية التربوية، ضرورة بطبيعة الحال يعني إدخال البنية التربوية الخاصة بالمؤسسة يعني عدد الأقسام ديالها إلى غير ذلك. الخطوة الثانية هي المتعلقة بالبنية المادية من خلال تحديد عدد الحجرات، عدد البنايات، ثم عدد الملاعب إلى غير ذلك. وفي لائحة الحجرات بطبيعة الحال لابد من إعادة تسمية الحجرات بشكل أوضح، يعني مثلا PA01 خصني نعطي لها اسم الحجرة بطبيعة الحال اللي كتوافقها واش الصال 1 الصال 2 إلى غير ذلك. إذا الخطوة الثالثة هي توزيع التلاميذ على الأقسام، ثم بعدها إنشاء الأفواج يعني من خلال اختيار المستوى واختيار القسم، ثم اختيار المادة وعدد الأفواج والضغط على حفظ كما كتلاحظوا تبان عندنا الأفواج. والخطوة الموالية هي خطوة ديال التقييم، تهيئة المواد. بطبيعة الحال تهيئة المواد غير المعممة هذه خاصة بشكل خاص بالنسبة للإعدادي وكذلك التأهيلي بالنسبة مثلا مادة المعلوميات. ثم بعدها هناك توزيع الأساتذة على الأقسام، إذن ضروري بطبيعة الحال اختيار المستوى ثم المادة والبحث وبعد ذلك القيام بإسناد الأقسام. الخطوة الموالية هي في الموارد البشرية، مرحلة إعداد استعمال الزمن، وهنا تغيير الغلاف الزمني بالنسبة لمجموعة من المواد خاصة المواد التي تم فيها إنشاء الأفواج، إذن ضرورة البحث عن الغلاف الزمني. وكنشوف بطبيعة الحال المستويات باش ندير تعديل الغلاف الزمني حسب البنية اللي عندي. بحال أنا مثلا الفيزياء عندي فيها التفويج، إذن كنعدلو باش يبان عندي هنا ديال المؤسسة. هاد الخاصية كنستعملها فقط في الحالة باش تيكون عندنا التفويج أو إلى عندنا خصوصيات تتعلق بالمؤسسة. ثم الخطوة الموالية هي خطوة ديال يعني إسناد الأساتذة المتوقع التحاقهم من خلال بطبيعة الحال الإضافة، إدخال رمز الأستاذ ثم الاسم ديالو والمادة ونوع التعليم السلك ثم المستوى. إذا هنا كنديرو الإسناد ديال الأقسام بالنسبة للأساتذة المتوقع التحاقهم. والخطوة الموالية هي إنشاء ملف جديد بطبيعة الحال من خلال تسمية، من خلال الاسم ديال الملف واختيار عدد الحصص واش 4 ولا 5، 5 بالنسبة للتوقيت المستمر، والضغط على ملف جديد. في الحالة ديال تم إنشاء ملف سابق وبغينا ناخذ القيود منه كنضغطوا على ملف جديد وكنختاروا الملف السابق اللي فيه القيود باش ما نعاودوش العملية ديال إدخال مجموعة من القيود الأساسية. الخطوة الموالية هي مستخرج الحصص ثم التحميل ديالو من أجل تأكد من عدد الساعات لكل أستاذ وكذلك ديال كل الأقسام باش نشوفو واش ما كاينش شي خطأ في كل قسم على حدة. هذه خطوة مهمة من أجل تأكد من الغلاف الزمني لكل أستاذ وكذلك لكل قسم. إذا الخطوة الموالية هي إدخال القيود الأساسية خاصة القيود ديال التلاميذ وقيود الأساتذة، فهذه بطبيعة الحال تم يعني تفعيلها بشكل افتراضي بمعنى لا نحتاج إلى تفعيلها. فقط كاين واحد التوضيح بالنسبة للتلاميذ، هنا ضرورة بطبيعة الحال الانتباه إلى واش بغينا نسمحوا لهم بأيام فارغة ولا لا. يعني إلا ما بغيناش نخوي لهم نهار في الأسبوع مثلا خصني نديكورشي هاد الخانة ونضغط على حفظ.
الا ما عنديش مشكل انني ادخل لهم نهار ماشي مشكل انني نخليها. الاساتذه فهي افتراضيه ضمنيا. ثم الانشطه عندنا هذا قيد مهم خاص بالحصص اللي كتكون من ساعتين طب الحال اختيار المده اثنان والضغط على الحصه الثانيه باش هاد الحصص اللي فيها ساعتين ما تبداش مع التسعود اما من 8 ل 10 او من 2 ل 4. اما القيود الاخرى بطبيعه الحال توقف المؤسسه مثلا يوم السبت مساء تفريغات ديال الاساتذه كنختاروا بطبيعه الحال الاستاذ وكنفرغوا ليه على حسب الرغبات ديالو صباحين متتاليين كحد اقصى. هذا القيد اساسي ومهم دوري له هو خلق يعني التوزيع بين الحصص بين جميع الاساتذه باش ماشي شي واحد غير يخدم الصباحات وواحد يخدم العشيات. اذا هنا كنفرضوا على فيت ان اقصى صباحين متتاليين غيكونوا جوج اقصى صباحين متتاليين او امسيتين متتاليتين غادي يكونوا جوج بمعنى ما يمكنش الاستاذ يخدم اربعه صباحات متتاليه. اذا ضروري فيت يعطيه جوج صباحات مثلا الحصه الاخرى المواليه كتكون العشيه الزاميا. يعني هذا قيد مهم لتحقيق العداله بين جميع الاساتذه. وبطبيعه الحال باقي القيود الاخرى باش ما نطولش الفيديو هناك انشطه متجاوره هناك قاعات مخصصه او قاعات مفضله للاستاذ. ثم المرحله المواليه هي مرحله التصدير هذه مرحله اساسيه كذلك. اذا هذه المرحله كتمكن من تصدير القاعده ديال المعطيات الى الحاسوب ديالنا باش يدار عمليه الانتاج على الحاسوب ثم كندير من بعد عمليه الاستيراد. وبهذه المناسبه كنوجه يعني شكر لمجموعه من الخبراء ديال فيت على الصعيد الوطني اللي ساهموا بشكل كبير من خلال الملاحظات ديالهم والتوجيهات ديالهم في تطوير هذه النسخه الثانيه من مكون الزمن المدرسي. كنشكر كذلك منظومه الاعلام اللي اعتمدت هذه السنه على مقاربه تشاركيه من خلال اشراك هاد الخبراء ديال فيت يعني الاستفاده من الخبره ديالهم والتجارب ديالهم في تقديم ملاحظات لتطوير هذه النسخه الثانيه. وبهذه المناسبه فنحن بشكل يومي يعني في تواصل دائم مع الفريق التقني ديال المكلف بمكون الزمن المدرسي من اجل تحسينه وجعله يعني في المتناول بالنسبه للجميع. إذا الخطوة الأخيرة بعد عملية الإنتاج هي عملية استيراد ملف النتائج. هذه خطوة مهمة وأساسية باش المنتوج يدخل المسار وباش يبان عند المديرية وكذلك يبان عند الوزارة. هذه مرحلة مهمة لابد من القيام بها. الاستيراد ملف النتائج كنضغطوا على إضافة كناخذوا بطبيعة الحال الملف ديال الأكتيفيتي. انا هنا غيرت الاسم تيكون نورمال الرمز ديال المؤسسه زائد الاكتيفيتي وكنضغط على استيراد البيانات. كما كتلاحظوا العمليه سهله جدا. بعد استيراد جداول الحصص كتظهر في المنظومه ديال المسار بهذا الشكل. واذا باش تبان مفعله ضروره الضغط على زر تاكيد لإتمام العملية. إذن هنا كذلك هناك الخاصية ديال يعني معاينة استعمال الزمن حسب الأقسام. هنا كنختار المستوى القسم ثم كندير عملية البحث. إذن هذه هي الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لإنجاز جداول الحصص بشكل يعني واضح وتكون العملية ميسرة. إذن تحية للجميع وإلى لقاء آخر.